سوف تدفع الثمن. ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟ أريد أن أكون عالماً. أظن أنك ستكون أفضل لو دربت نفسك قليلاً. لقد أصبحت أقوى بكثير، هذا مدهش جداً. أنت في طريقك لتتفوق علي. التفوق عليك؟ أنت وهذا الكوكب قد انتهيتما. ثق بنفسك جوهان وأطلقها. أطلق كل شيء، أعطه كل ما لديك. Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot. الإصدار الجديد من سلسلة ألعاب Dragon Ball، وهي لعبة حركة وتقمص أدوار، بمعنى أنه يمكنك رفع مستوى اللاعب فيها إلى مستويات جديدة. تتميز هذه اللعبة بقصتها ومهماتها الأساسية التي تعد تصويراً دقيقاً لحوادث القصة الأساسية. وقد غردت شركة اللعبة تغريدة على حسابها في تويتر، مفادها بأن اللعبة ستشمل قصصاً أخرى ومهمات أساسية لم تظهر في السلسلة الكرتونية أو السلسلة المصورة، وهذا سيكون مثار الاهتمام للاعبين. بالإضافة إلى أن اللعبة تحتوي على العديد من المهمات الجانبية المميزة والتي تعد جزءاً كبيراً في عالم اللعبة. النباتات والحيوانات التي أحببتها، أرجوك احميها. أعتمد عليك. قد ثرثرت بما يكفي. يا عار المصنع، Gohan! لقد تغير. سوف تدفع الثمن. هذه حقا قوة جوهان الحقيقية. وتظن حقا أنه يمكنك هزيمتي الآن، أليس كذلك؟ أجل، هذه القوة إنها لسيف. يبدو أنني أصبت ترانكس. ربما أنكم تتساءلون لماذا لا أزال حياً. اسمحوا لي بالشرح. أنت سوف تندم على ما فعلته بترانكس. أنت ميت. هذا كثير على أمير الساينس.
أنت التالي جوهان. قل وداعا بالجيتا. هذه اللعبة ستنتهي هنا. أنت وهذا الكوكب قد انتهيتما. ما رأيك بهذه؟ لديها قوة كافية لتدمير الأرض والنظام الشمسي كله. سامحني يا أبي، سامحوني جميعا. ليس لدي القدرة لأهزم السيل. أردت أن أعاقب السيل على ما فعله، لكن لن أستطع. أرجوكم، أرجوكم سامحوني. جوهان، ما الذي تفعله؟ لا تستسلم أبي. ركز كل الطاقة التي لديك في الكاميهاميها كما يفعل السيل. يمكنك فعلها جوهان، لديك القوة. لكن أستطيع استخدام يد واحدة وأنا لست بكامل قوتي. ستكون بخير، يمكنك الفوز. ثق بنفسك جوهان وأطلقها. أطلق كل شيء، أعطه كل ما لديك. أرني جوهان، أرني قوة تعاوننا. سأفعل. هذه نهايتك جوهان. لا يمكن، مستحيل. تتميز هذه اللعبة عن غيرها من الإصدارات السابقة بعالمها المفتوح الواسع، ولكنها حافظت على نظام وطريقة القتال المعروفة في الإصدارات السابقة. ولكن الفرق ربما أن ساحة الميدان أوسع من الإصدارات السابقة، مما يتيح للاعب مجالاً جيداً للتكتيك والمناورة مع الخصم. ويمكن للاعب أيضاً توجيه كاميرا اللاعب على الخصم حتى لا تغفل عين اللاعب عن خصمه. أما عن مهارات النزال في اللعبة، فيمكن للاعب مواجهة الخصم مباشرة والتشاجر معه باللكمات والركلات، كما يمكنه الدفاع وتجنب ضربات الخصم والاندفاع السريع نحو الخصم، بالإضافة إلى تعبئة الطاقة وتنفيذ التقنيات التي تختص بكل لاعب وتنفيذ هجمات مستوحاة من الأنمي نفسه. وهناك الكثير من المهارات التي يكتسبها اللاعب ويختبرها كلما ارتفع مستواه في اللعبة. أما عن الحياة في عالم اللعبة، فيمكن للاعب المسير أو الطيران في عالم كبير وجميل، بالإضافة إلى أنه يمكنه التفاعل والحديث مع الناس في هذا العالم. ويمكن للاعب صيد السمك والغزلان للحصول على الطعام والاستفادة منها في زيادة مستوى قوة اللاعب. ويمكن للاعب استشعار الأخطار والمهمات عن طريق حالات تظهر له في عالم اللعبة، وبها يمكنه الذهاب إلى المهمات الأساسية أو الجانبية.
وأخيراً، اللعبة متوفرة على أجهزة الكمبيوتر والأكس بوكس والPS4، واللعبة جميلة وكبيرة ومليئة بالمغامرات والخفايا والغموض، وستأخذ من اللاعب وقتاً طويلاً لإنهائها. أعزائنا، نشكر لكم متابعتكم ودعمكم وتشجيعكم المتواصل لنا، ونرجو أن نكون قدمنا لكم ما ينال إعجابكم وثقتكم، ونعتذر إن كان هناك شيء من التقصير. وإن كان لديكم أي آراء بشأن لعبة Dragon Ball Kakarot فشاركونا إياها عبر التعليقات، فآراؤكم وانطباعاتكم تهمنا للغاية. إلى اللقاء ودمتم سالمين.